اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي هنبتدي مع حضراتكم فقرتنا الاخباريه. واول خبر معانا النهارده عن اخر التطورات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه. اعلنت صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه انه بتجرى الان مباحثات في باريس حوالين مسوده موضوعه لاتفاق جديد بخصوص وقف اطلاق النار على غزه. خبر فيه شيء كويس وفيه بصيص من الأمل. نتمنى طبعا أنه هذه المسودة يتم العمل بيها ويتم وقف إطلاق النار على قطاع غزة. خبر مهم، عشان كده كنا حابين نتكلم في تفاصيل أكتر عنه من خلال ضيفنا اللي هيكون معنا عبر الهاتف، دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. يا دكتور برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير، اهلا استاذ. اهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه عايزين حضرتك تدينا فكره اكتر عن ملامح المسوده الموضوعه لاتفاق جديد بخصوص وقف اطلاق النار على غزه، ويعني فكره تبادل الاسرى او اطلاق سراح الرهائن. هو طبعا كما تعلم هناك تحرك دولي الان تقوده فرنسا والولايات المتحده ومشاركه الاطراف المعنيه. التطورات اللي حصلت في باريس هي بطبيعة الحال جيدة، بتبنى درافت، يعني درافت أولي للاتفاق. الإطار العام 60 يوم، تبادل الأسرى على مراحل ومراحل تدريجية، بناء رؤية أو مقاربة لتقريب وجهات النظر وإطالة أمد التهدئة. الحديث الآن عن انفراج في المشهد، ربما ستكون هناك اجتماعات ولقاءات أخرى سواء في باريس أو في خارجها، في ردود فعل إيجابية على إدارة المشهد بصورة أخرى. فأنا في تقديري أن هذا الأمر جيد، يمكن أن يبنى عليه، لكن خلينا نقول أنه هذه خطوة جيدة. أعتقد في مسار ما هو قادم من خطوات، أعتقد أنه في إرادة سياسية تشكل وإرادة عسكرية. الإسرائيليين أرسلوا رئيسي الموساد ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك، إضافة طبعا إلى الضابط المختص في الملف بصورة أو بأخرى. بالتالي في حضور إسرائيلي مهم في طبعا الجانب الأمريكي، ومن الواضح أن ويليام بيرنز مدير مخابرات المركز الأمريكية هو من يدير هذه الاتصالات واللقاءات بصورة كبيرة. أعتقد أن الترتيبات السياسية والترتيبات الأمنية ستمضي في إطارها إذا توفرت طبعا الإرادة من الطرفين. الحضور العربي ممثل في قطر ومصر، وطبعا في أفكار كثيرة، وهناك طبعا تحرك في هذا الإطار يمكن البناء عليه. خطوة جيدة يمكن أن تؤدي إلى إخراج المشهد بصورة أو بأخرى. تبقى ردود الفعل الإسرائيلية، وهذا هو الأهم، للتعامل مع ما يطرح من أفكار ورؤى، لأنه لا يزال طبعا الجانب الإسرائيلي متعنت في تحديد من الأمور وفي ضغوطات دولية وأيضا ضغوطات عربية. طيب الجانب. دكتور طارق صباح الخير. صباح الخير، اهلا استاذ، برحب بحضرتك على شاشه ميساد. خليني اسال حضرتك، انه عارفين ان هذه المسوده جايه بعد تلقي طلبات من الجانبين ومحاولات الوساطه، ولسه كان في مكالمه هاتفيه من الرئيس الامريكي جو بايدن لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان جهود الوساطه بين الجانبين، وكبير المستشاري الرئيس جو بايدن كان لسه في مصر من قريب، وكان في مفاوضات حول هذه المسودة أو حول هذه الهدنة اللي إحنا متجهين ناحيتها إن شاء الله. إيه أهم الخلافات أو أهم المعوقات اللي بتحول دون هذه الاتفاقية أو دون هذه الهدنة؟ يعني ما أشرت إليه حضرتك، القاهرة بوصلة، الاتجاه إلى البوصلة، القاهرة بتحدد الاتجاهات هذه البوصلة في المسارات واللقاءات. ما أشرت إليه طبعا باعتبار القاهرة مركز ونقطة ارتكاز للتحرك، طبعا معانا الأشقاء في قطر، لكن ربما مصر هي التي لديها الرؤية الأشمل في هذا الإطار. الجانب المصري طرح كما تذكرين مبادرة من 3 مراحل للبناء عليها، وأعتقد أنها خطوة إيجابية كاملة ومسار شامل، المقاربة شاملة، ليس مجرد الأفكار عن هدن إنسانية فقط، عمل سياسي، عمل أمني، وعمل ممتد للوصول إلى فكرة حل الدولتين. إذا نحن نتحدث ليس على جزئيات إنما على كليات، تبدأ بهدن إنسانية، بناء إجراءات ثقة، وقف إطلاق نار، ثم الدخول في إجراءات بقى مباشرة متعلقة حضرتك بالوصول للهدف الاستراتيجي، وهو إعلان حل الدولتين. في التوقيت اللي بنتكلم فيه طبعا في مدخلات أخرى، مبادرة 10 نقاط الأوروبية، ثم مبادرة 5 نقاط من الجانب البريطاني اللي طرحوها أول أمس. ففي تطورات دولية في هذا الإطار. نحن يعني قادرين بطبيعة الحال
مصر على تقديم الرؤية الشاملة، والجميع بنى رؤيته على مصر، يعني الجميع بنى رؤيته على مصر. أعتقد مهم جدا أن تتواصل الاتصالات واللقاءات، ظاهرة تتحرك في كل الاتجاهات من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار. وأعتقد أن وزير سامح شكري أمس في المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي ذكر هذا، أن التحرك المصري بالأساس يعني تستطيع أن تدعي له عنوان مهم، هو وقف إطلاق نار ثوري ثم الحديث عن ما يلي بعد ذلك من خطوات. في إرادة تشكل في باريس، لكن التحركات المصرية في كل اتجاهات، يعني اتصالات بين سيادة الرئيس وبين قادة وزعماء الدول، يمكن أشرت في حضرتك إلى الرئيس الأمريكي، لكن اتصالات مستمرة مع أغلب القادة في العالم الآن في هذا التوقيت. وبطبيعة الحال نتمنى أن يتم تجاوب الجانب الإسرائيلي وأن توقف العقدات الإجرامية على قطاع غزة، لأنه التصريحات العشوائية غير منضبطة فيما يجري لا تخدم مسار الأوضاع ليس في منطقة خان يونس ولكن أيضا في رفح. الحديث عن موضوع الممر صلاح الدين وغيره في تفاصيل كثيرة. صحيح. إحنا بنتحرك برؤية شاملة، ومصر بطبيعة الحال بتقدم هذه الخطوات لكي تبدأ مرحلة إجراءات بناء الثقة. صحيح يا دكتور، بس سؤالي أنا لحضرتك يا دكتور، يعني بقالنا 3 شهور بنسمع عن مفاوضات ومحادثات وجلسات ولم يتم أي شيء بخصوص وقف إطلاق النار، وإطلاق النار لسه مستمر حتى الآن، والجانب الإسرائيلي متعند بشكل كبير جدا. سؤالي لحضرتك، كيف ترى نتيجة هذه المحادثات اللي بتجرى دلوقتي والمباحثات اللي بتجرى الآن في باريس، وإيه السيناريوهات المتوقع حدوثها في المستقبل؟ هو يعني المتفلات الكثيرة في رأيي الشخصي حضرتك ربما لا تخدم ما يجري، لأنه بعض الأفكار نظرية تحتاج بعض الوقت، المبادرات الدولية ربما تكون يعني أسر عامة، الأطراف المنخرطة زي مصر زي قطر زي الجانب الأمريكي، أعتقد هذه الأطراف، وطبعا في أدوار للنرويج وألمانيا بتعمل فيه لتقريب أيضا وجهات النظر، في أطراف ليه يعني المدخلات الكثيرة والأفكار المطروحة وتشعب المسارات لا يخدم هذا. هذا يذكرك بأزمة الروسية الأوكرانية في بدايتها، وبالتالي مصر تضع نقاط فوق الحروف. الآن الهدف الرئيسي في هذا الإطار هو التركيز على أمرين: بناء إجراءات ثقة، مراحل تدريبية، أهداف تكتيكية واستراتيجية ما بين هدن إنسانية وحل الرجوع الأسرى الجانبين، ثم الانتقال إلى الأهم وهو عقد مؤتمر دولي، وتبقى فيه مشاركة من المجتمع الدولي ليس الولايات المتحدة الأوروبية الدولية، وصولا إلى فكرة حل الدولي. هذه أمور تدريجية مرحلية تستطيع أن تصل بها إلى الهدف الرئيسي إذا توفرت الإرادة من قبل الطرفين. في معوقات، نعم في معوقات مرتبطة بمصالح كل طرف. الولايات المتحدة تستطيع أن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار إذا تضررت مصالح التخليل، وضرب القواعد العسكرية الأمريكية خلال الساعات الأخيرة ربما سيدفع الولايات المتحدة للإنخراط فيما يجري، بمعنى كل ما تشاهده في الإقليم من توترات هو مرتبط بحرب غزة. حالة عدم الاستقرار مرتبط أيضا بحالة التوتر العامة في الإقليم، إذا توقفت حرب غزة ستهدأ الأوضاع، الولايات المتحدة وحضورها العسكري والاستراتيجي في المنطقة مهددة، وبالتالي هي تتحرك في هذا الإطار اليوم للضغط على إسرائيل على الأقل لوقف العمليات الإجرامية والاكتفاء بالعمليات النوعية في القطاع. طيب. الولايات المتحدة قادرة، نعم قادرة على هذا، لكن هذه القصين لن تتدخل بصورة قوية وفاعلة وتقوم بهذا إلا في تقدير الشخصي، إلا إذا تضررت مصالحها بصورة أو بأخرى. صحيح. طيب دكتور، خليني أسأل حضرتك عن مدى صحة الأقوال اللي أو الأخبار اللي موجودة دلوقتي على الساحة أن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراح أمريكي بخصوص تمرير قرار بمجلس الأمن يؤكد حق الفلسطينيين بإقامة دولة وطالبة التشاور أولا مع الدول العربية قبل الرد، ما مدى صحة هذه الأخبار؟ يعني ليس لدي معلومة في هذا، ولا أظن السلطة الفلسطينية بذكائها السياسي المعروف أنها يمكن أن ترفض مثل أمور. السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الأمريكية بإعادة تأهيلها وإعادة تعويض دورها، بمعنى أن يكون لها دور جديد وأنه يتم إصلاح هيكلة وستركشر الخط لضغط الجهاز الفلسطيني وبناء شرعيات جديدة والانتخابات وغيره، وطبعا ضغط التحقات المالية المتأخرة المتحققة اللي بياخدوها من الجانب الإسرائيلي مقتضى
اتفاق اوسلو ووفق اتفاقيه باريس للقضيه الحاكمه للعلاقه بين اسرائيل وبين السلطه الفلسطينيه. وبالتالي السلطه هي التي ستكون الطرف الرئيسي والمعني ايا كان شكله او اطاره في المعادله القادمه في قطاع غزه. يعني القوه المرشحه بقوه لهذا هي بطبيعه الحال ستكون السلطه الفلسطينيه. البعض يرى ان السلطه ضعيفه غير يعني قادره على السيطره على الاوضاع، لكن اسرائيل ستبقى في القطاع لبعض الوقت من خلال الترتيبات الامنيه، وربما تكون هناك قوات دوليه متعدده الجنسيات او مراقبه عربيه، فهذه لسه الافكار لم تحسم لكنها مطروحه. في كل الاحوال هيبقى في شريكين موجودين على ارض القطاع غزه، الاول السلطه الفلسطينيه، الثاني وجود عسكري غير مقيم في قطاع غزه لحين بدء الترتيبات الامنيه والسياسيه واداره القطاع. ربما ستكون بقى هناك اثار اخرى ملحقه بوجود قوات دوليه، طبيعه مهامها دورها، هل نحتاج الى مجلس الامن لاتخاذ قرار دولي لتحديد مهام هذه القوة او غيره على التأثير على ما يجري على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه او الموجوده في الجولان او الموجوده في سيناء، دي كلها قوات دوليه وقوات موجوده تؤدي دورهم في حفظ السلام والامن الدولي. لكن في النهايه في طرفين حيث موجودين لا قولا واحدا، السلطه الفلسطينيه حتى لو قوه رمزيه لكنها ستعطي دلاله في وجود سلطه قادره على هذا، وطبعا الجانب الاسرائيلي لحين حسم موضوع الترتيبات الامنيه والسياسيه. وهو ده المهم يا فندم، انه مش بس القضايا الفلسطينيه تنتهي، لا ده مهم جدا ان كل حق يرجع لاصحابه، وفلسطين واهالينا في فلسطين ينعموا بحياه زي كل البشر اللي موجودين على الارض، والسلطه الفلسطينيه تكون موجوده وبقوه. الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، بنشكر حضرتك جدا يا فندم على هذه المداخله.